السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم في أي شهر طبيد الأسماك. بداية، كما نعلم أعزائي أحبائي بأن معظم الأسماك تبيض في فترة معينة، فجميعنا أو جميع الأشخاص غالبا يقومون بتربية الأسماك فيتساءلون حول هذا الموضوع. كما نعلم بأن الأسماك تبيض معظمها في فترة الربيع أو الصيف المبكر، أي يعني ذلك ببداية شهر 3 و4 من كل سنة، وحينها يكون الماء دافئا واليوم طويلا. مع ذلك فقد تبيض أسماك المياه الباردة مثل بعض الأنواع التي من الممكن أن تبيض في وقت متأخر كالخريفة والشتاء أيضا. بالتالي أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى اللقاء.